ألو، ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام، كي دايره؟ بخير تمام الحمد لله. الحمد لله. مرحبا بك في برنامج شكر القلب، حكايه مع سكينه. بارك الله فيك. وي، كنتي بغيتي تعاودي لي القصه ديالك؟ ياك. أيه، بغيت على القصة ديالي. وي، تفضلي. أنا غنعاودلك قصتي من الأول حتى الآخر. أنا ياسمين جنينة، في عمري 22 سنة، اها، كنتكون غير في البلدية. إوا تزوجت على 16 عام، والدي زوجنا على 16 عام. ما عمرني ما كبرت، عمرك ما دخلتي المدرسة؟ لا ما عمرني ما دخلت المدرسة. ايوه. صافي، البلاد اللي انا هي في البلاصة اللي انا فيها قليل البنات اللي يقراو، كيقراو غير الولاد. اها، صافي ما قريتش، ملي وصلت 16 عام كنت انا الوحيدة اللي عند والدي بنت، حيت خوتي كرهين الاخرين كلهم مع دراري. يعني انت البنت الوحيدة وسط الدراري؟ انا البنت الوحيدة والبنت الاولى لي. انت الكبيرة؟ انا كبيرة. اه، صافي وصلت 16 عام، كان كيجيو بزاف من الخطاب كيخطبو، ما كيكتبش. وواحد السيدة من العائلة، غا كتجي العائلة شي حاجة من بعيد. شافني هاد العرس، قالت الوالدة، قالت لها بلي هادي بنتكم وهادي. قالت لها راه بنتنا وهادي. قالت لها مش عطاه ليا ولدي. اه، جبتيها وهو بغات تخطبك. بغات تخطبني انا ولدها. اه، جات هي ومرت ولدها في العشية، وبنتها جاو شافوني. حتى هما من وحداكم من الدوار؟ في الدوار، ولكن في الدوار، ولكن بعد شوية علينا كنا اها دوار. اها صافي بقينا بحال هكا، جاو الناس هضروا داكشي، داروا معانا سيمانة غيجي ولدهم تا هو يشوف. جات السيد شافني، شفتو شحال في عجبني. عمر هاد ولدهم؟ 27 عام ديك الساعة، حيتو أنا في عمري ديك الساعة 16 عام. أكبر منك ب11 عام. اها، صافي تقادينا داكشي، بدلنا دارو عام كتبقى موتنا في الكاغط، سن الكاغط. أنا عام وحنا مخطوبين، ومو كترفع عليا من شي ساعة، زعما كتجي داكشي ديال الناس النفقة وداكشي كتجي، زعما كتفكر وداكشي ديال الأعياد و كتفكرك مرة مرة. مرة مرة. اها، ديجا كملت عام، ولات عندي 17 عام، وصلت سير الكاغط. واخا وصلت سير الكاغط كان خاصني شي شهور. خلص عليا بزاف الكاغط، ودزت فيه. صافي درنا الكاغط، طحت عندهم، مشيت عندهم عند الراجل. اه، نهار الاول دوزنا مزيان، نهار تاني مزيان. يعني مزيان. هذا الراجل فاش كان خدام؟ سمحي لي تنقطعك. كان خدام في ديك اللي كتحفر الارض، هذيك التراكس. اه، كان في سوق التراكس. كسب تراك. اه، مزيانة. ايوه. صافي السيمانة الأولى كل دوزنا بخير وعلى خير. من بعد عيط لي واحد صاحبه، قال لي خاصك تجي تخدم راحة وقت ولا شي خدمة. وهادي كنتي ساكنة انت وياه بوحدكم ولا مع والديه؟ لا، مع والدي وهو عيلة خوتو بجوج. اها، ايوه. ايوا صافي، مشى يخدم. ملي مشى يخدم مشى صحة، لا مشى ما عندو بنت، مشى عادي. اها، عادي كل كحين في الله تزوجنا، الله عنده أدنى أسبوع. إيوا مشى دار معايا، زعما كاش ما يتعطلش بزاف وغادي يرجع. ملي مشى هذيك هي مشيت، ما بقاش كيهضر معايا لا في التليفون لا في شي حاجة. مرت خوه اللي قريبة ليا بزاف كتهضر معاه، وكتقول لي غندوز لك المدام، زعما راك يلا تزوجتو. هذا كيقول لها لا ما كاينش دوزها ليا. ما عرفتش، ما ديك الساعه انا ما كيحسب لي شي بقى صغير، وداك الشيء كيحسب لي واحد جوج بحال هكا. حتى انا في الاول ما كنتش مسوقه صراحه، كيدوا معايا كيما دواش معايا. واخا عجبني وداك الشيء صافي، ديت كرتاح لي، ولكن ما مسوقتش. ما كيشوفوش شحال المده باش ما عيطلكش اللي مشى؟ ما عيط لي نهائيا، اللي تجي على خاطر. وشحال بقى تاجا؟ بقى شهر ونص. معمره هز التليفون وعيطلك؟ معمره ما هز التليفون عيط، ولا سول فيا، ولا سول عليا شي واحد من عائلتي. وعلاقتك بدارهم كيفاش كانت؟ كانت مروله. يلا قلت لك يلا عندي اسبوع، هو مشق غير مشق، هما يتحزموا ليا. غير مرت خو وحده هي اللي كانت شويه معايا مزيانه، وكانت زعما كتدخل بيني وبينه. ومرت خو الاخرى ودوسي وواحد بنت لوسي، وخواتاتها كلهم كانوا واعرين فيا بزاف، كانوا محرين فيا عيشتي. غير اش نقول لك، غير ابسط حاجه كيتخافوا معايا، كيقطعوا معايا الهضره، وانا كندير المستحيل باش نصالحهم باش نرضيهم. في زعما لا عروسه جديده وداكشي، ولكن والو بدون فائده. ومو دوزات عليا الحراير بحالاش بحالاش.
الايام اللي يلا مشيت فيها كان ايام الصيف، كان يوم الحصان داك الشيء. كان مكتوب زعما هنا في الباديه معروف ان ما كان داك الشيء ديال الفلاحه داك الشيء، وكانت كانت بقايا كاع ما كملت لا باقي ما كملت لا شهرين لا والو. وكانت يلا غير هو مسخر رجعتني كتخرجني نمشي نكتب ندير مع داك الشيء ديال المسف مع الزرا صح. وكتجي كتقول لي حشي الربيع حشي الزرا وديري في الخنشوف الزيت فوق راسك، وانا يلا عندي شهرين باش نمشيت. وكانت الهضره كتوصل لعائلتي وعائلتك شي يقولوا عائلتي كيقولوا بلي ما خاصكيش تخدمي انت يلا عرفتي جديده، ولا انا ملي كنت في دارنا واخا ما قاريهش واخا هكا كنت عايشه معززه مكرمه تخيل ما خاصني بطبيعة الحال حيت انت اللي عندهم بنت وبزاف الحوايج. ما عمري ما خدمت شي خدمه اللي كانت عفسه نهائيا، ولكن ملي مشيت عندها هي وراتني وجه واحد اخر كانت كتقول لي ديري هادي ديري هادو، كانت تخرجني للبهيم ديك الحوايج كامل اللي كنت انا ما عمري ما درتهم في دارنا، ولا شي كتخليني كنديرهم عندها في دارها. كتقول لي قابلي البهيم راه هادي خدمتك، قابلي البهيم سرحي البهيم وكلي البهيم شربي البهيم. وفاش كتقول لي فاش كندخل كتعطيني غسل المواعن كنقول لك انا خرجت البهيم وخليني في البهيم. قالت لي ما دامتش كتشوف هادو عيالات لوس الواسك اللي ساكنين فينا هما كاينين معايا، ولكن هي غرضها هي تحرر فيا عيشتي، ولكن هي اللي اختارتك زعما علاش هادشي كله؟ هي اللي اختارتني، ولكن ما عرفتش هاد الكره كامل ما فهمت والو. انا هي بحال بحال حتى الاخر عاد باش غادي نفهم. ايوا من بعد سيري معايا دقه دقه. راجلك من اللي جا كيفاش كان تصرفاته معاك؟ كيفاش تعامل معاك؟ جا عادي من اللي جا عادي زعما راك عارف كيفاش كتكون العلاقه الزوجيه، ولكن ما غير نهار واحد صافي ومشى. ملي قلت ليه ما يمكنش يلا اسبوع واحد ما كملناه ومشيتي ومشيتي وبقيتي شنو بقيتي بزاف الايام زعما خاصك تريح معايا مازال زعما راه وما عاودتش لي كاع داكشي دوزات عليا مو ما عاودتوش نهائيا. ما قلتيش له علاش ما كنتيش تعيط على ما كنتيش كتسول فيا؟ قال لي بغيت قال لي عجبك الحال هانتي ما عجبكش الحال هانتي شغلك هذا. قال لي انا هاد التصرفات ديالي ومازال غتاقلمي معايا ومازال غتولفي عليا صافي. انا يا طقتي قال صافي راه بصح نيت وقال لي هادو السيستم ديال الحسن انا عرفته. اها كنا كنخرجوا ما كنا كنهضروا في التليفون لا ولا ملي كنا مخطوبين بصافي غنولف عليه بحال هكاك، ولكن من وراها غادي يجي العيد الميلود من ورا العيد من ورا داكشي ديال التعافى وداكشي كان غادي يجي لا يا ربي العيد الكبير هذاك ما عرفش عيد الميلود ولا ما عرفش اش من العيد جا. اها ما علينا المهم بقينا شلنا بزاف الايام عاد دجا. اها انا غدا معاك دقه دقه دابا في الاول هو يا جا قلت لك جا من ورا شهر مش جا وقال لي هذيك الهضره قال لي بحال هكاك قال لي راه غادي غتولي بحال هكا ومن وراها قلت لي شي يوم هذاك النهار ومن وراها عاوتاني غبر غبره وحده شحال جلس هذيك الغبره اللي غبرها هذيك الغبره اللي غبر من وراها هذيك عاوتاني غبر تقريبا شي 3 شهور ما جات جا قلت لك اما العيد الميلودي اما ما عرفش من عيد جا المهم ما جا حتى جا العيد كي بحال اللي كيديروا كاع الدراري ديال الباديه اللي تيخلوا عيالاتهم. داكشي ما جات جا في العيد صافي ملي جا في العيد ما كيهضرش معايا مديت لي ايدي بحالي بحال جميع العيالات زعما قدام خوتي احترمت خوتي مديت لي ايدي ما تجاوبش معايا قلت هذيك راه غير حشم. ملي دخلنا البيت ديالنا عاوتاني نفس القصه ثاني ما هضرش معايا كنهضر معاه ماشي هضرش معايا بحال الحجره بحال جبتي راجل حطيتي راجل، ولكن الراجل اللي عرفت النهار الاول اللي دوز معايا اسبوع ماشي هو هذاك الراجل النهائي اللي كيهضر معايا وكيدير معايا بحال هكاك. ايوا قال لي شوف انا غادي نجيك بالصراحه. قلت لي مرحبا جيني بالصراحه انا بغيت الصراحه. قال لي انا ما كنحس بوالو من جهتك وما باغيكش راه غير هي اللي دزات عليا وانا راح حاولت عيط ندخلك لقلبي ومن زمان نبغيك ونرتاح ليك وهادي ولاني ما قدرتش دابا بنت الناس بغيتك جميع حوايجك وتمشي لدارك ما جيتش زايره في الزياره باقا كاع ما جيت زايره ما ريحتش حاره ريحتش حاره شهر مره ما جيت زايره. قلت لي انا راه ما يمكنش باقا الزياره ما مشيتش ليها لدارنا ما يمكنش نجمع حوايجي نمشي عشان ندخل هنا غادي نخلعهم وهكا وهكا هذيك الهضره تنقول فيها غير نفرق خاطر حيت انا ديك الايام اللي ما باغيكش علاش النهار الاول جا تزوج بنات الناس واش لعبه؟ علاش النهار الاول جا والهيلاله والزواج ما فهمتش انا علاش هاد القضيه هادي كطرا ملي ما باغيكش من الاول النهار الاول غيقول لمو لا سمحي ليا
خليتها نشوف السيدة اللي أنا عاد نرتاح فيها. بصح اني قلتلك انا اللي قلت، انا قلت انك تشوف بنت بنات ناس ماشي لعبة، ماشي تجيبهم صافي تضيع لهم شرفهم تضيع لهم حياتهم. كلي انا دابا راك هرستيني دابا راه شنو باقي ما باغي يقبل عليا. لا ما تقوليش هكاك، راه الطلاق ماشي عيب، ولكن اللي عيب هي يضحكوا على بنات الناس. فعلا صافي بقيت حقيت كنبكي، ولكن هو مصدق ماشي الخاطر، بقيت كنبكي وتعصبت وتيقول لي صافي صافي غير سكتي انا يكون غير الخير. ايوا انا غندير انا غنعطيك فرصه اخرى وغادي نحاول. وانا الصراحه الله بقيت مخلوعه وفي نفس الوقت فرحت حيت بديت كنبغي وبديت كنولفو وبقيت بحال هكاك، بقيت معاه بحال هكاك. بقى صافي قلت لي شوف انا ما عنديش مشكل ما كنتيش راجلي الحلال وداك الشيء صافي، يعني بقى في راجلي غير في الاوراق. اهم حاجه هي ما رجعش لعند عائلتي غنبقى معاك تفرغين. قال لي صافي صافي داك الشيء واش تافقنا حنايا ولا كيمشي كيغبر شحال، ونهار اللي تيجي ما تيهضرش معايا. كيلوش ليا 100 درهم كيغبر فيها هي، كيلوش ليا 100 درهم كيقول لي انت اللي خاصك. هي الدرهم ديالاش 3 شهور ولا 4 شهور ديالاش؟ مسألة بحالي بحال كيلوش ليا 100 درهم كنهزو صافي ما كنتجاوبش مع اهلي. علاش رضيتي، علاش زين برضيتي على راسك تعيشي هكا؟ حيت انا شفيتو بزاف، حيت ولا هو حياتي ما نقدرش نعيش بلا بيه. ايوا كملي ليا صافي. بقيت راضيه بداك الشيء صافي، وديك مو كتقول لي مو ساقط الخبر باللي دوك النقاشات اللي بينات، حيت كنخوي على قلبي كنقول لي شوف ولدك اش ماشي يدير معايا. كانت كتعطيني وجه وهي كتهضر مع ولدها في وجه اخر، كانت كتقول لي انا معاك في كلشي، انا معاك في كلشي ولدي، ما غاديش تخرجي. انا يوم مشيت وجبتك وهادي وهادي باقا ما كملتيش حتى العام وهادي، شوف ولدي اش. المهم كتبقى تضحك عليا داك الضحك ديالها، ولكن هي كتهضر مع ولدها في وجه اخر كتقول لي عبرتي عليها ما تحلش ليها العينين، راه حتى حاجه ما هي سيف عليك، الا ما عجبك الحال مشي لدارهم. هي كانت بقات بحال هكا كتهضر معايا وكتضحك عليا اللي تكملت الشهر. ايوا ليش واحد النهار عاد باش غادي نحصلها كتهضر معاه، حصلت تهضر معاه جا هويا صافي حلا انا غادي نخرج من دارنا، غنخرج نجي لدارنا صافي. جا هويا نفس المعامله ما تيهضرش معايا ما كيبصرنيش. علاش حصلتي بلاتي وسيري معايا دقه دقه، حصلتيها كتهضر معاه شنو كتقول ليه؟ كانت عندنا هما ماشي انا فيه، كانت عندهم واحد القاعه قدام الدار قاعه كبيره، وديك القاعه دايرين فيها الزيتون مخليين ما دايرين فيها، وهو يا بديك القاعه دايرين فيها واحد الصور الحل ما شافونيش. انا كنت دايزه حيت ديك القاعه هي اللي دايره فيها البهيم، وانا كنت دائما كنقابل البهيم حيت هي من نهار الاول فرضات عليا نقابل البهيم. انا كنت غادي نعطي البهيم عادي بحال كاي نهار، وخا ما دايرينيش وهذا. هي كانت كتضحك عليا، كانت محرة فيا عيشي وكتقول لي شوف انا هادشي كامل راه غيتبغى نرد منك مرا، انا كندير بحال هكا غير باش تكوني مشنوقة وتكوني موقدة باش نخرج منك داك زعما داك الجهد زعما شوية زعما تحرط عليك وتقول لك ردك مرا. فعلا هادشي اللي كاين. قال لي ولكن انا ما غندوزكش انا معاك، ولكن هي راه كانت غير كتضحك عليا وانا كنت في قادوك ونعاود لك شي معايا. دابا شنو سمعتيها كتقول لي؟ انا اللي في الهضره صافي، انا كنت غاده ملي سمعتها كتقول لي سمعت هو تيهضر معاها، قالت لي ايوا اش درتي معاها؟ قال لها ما درتش معاها والو راه كيف العاده. انا كنقول لها هضره وهي كترد عليا هضره، انا قلت لها راني ما باغيكش. وسمعتها بودني كتقول لي شوف انت صبرتي معاه وراه الزواج كاين في قرقان وحتى الطلاق كاين في قرقان، حيت هي فايتها مطلقه. قالت لي انا راني مطلقه ببنت، حيت هي فايتها مطلقه ببنت مطلقتش اموراها ولدتكم. قالت لي الا ما تشهدي شي حاجه كتكون سيف راه اللقمه البزه راه كتوحل، الا ما بغيتيهاش حط لها قانونها وطلقها، ما عندك ما لاقاك بها وكل يجيب لي رزقه. يعني ديك الهضره كامله اللي كانت كتقول لي غير الهضره اللي قالت لي هو، هي قالت لي غنوقف معاك وغنهضر معاه وغرد لي عقله وهادي وهاد، ولكن انايا غير بالصدفه بحال ربي صافي بغا يوقفك.
عارف يبغي يوقف نسمع الهضره كلها، ولكن انا ما واجهتها لا هي ولا هو. تعامل كيف العاده عاد، واخا كانت صغيره ربي زعما كبرت عقلي في ديك اللحظه ما بان حتى شي حاجه. ايوا صافي بقيت كنتعامل معاها هكاك عادي، وكان وهي بقيت بحال بغيت بحال بغيت نقول لهم زعما شوف بحال خفت تصدمني بشي حاجه، بحال بحال خفت من رده الفعل ديالها. كنت غير كنلمح لها بشويه بشويه، قلت لها واش هضرتي معاه؟ قالت لي اه هضرت معاه. قلت لها واش قال لك؟ واش قلتي؟ قالت لي قال لي صبر معايا كتكذب. انا عقلت بها كتكذب وانا سمعت بودنيا اشنو قالت، وهي كذبات عليا. ايوا قالت لي راه قال لي غير تصبر معايا ما يكون غير الخير، راه غنسكنها راه دائما هنايا وتكون حدايا دائما، يعني الا كان عندهم مشكل من داك الناحيه كنغبر شحال وهادي وهادي. زعما كنت تشوف تكون معايا لي الدار بيضا، ديك الساعه نقدر نبغيها، نقدر نشوف واش نوالفو بعضياتنا ولا ما كتبش الله، نحبسو محدنا ما بقينا بيناتنا لا ولاد لا حتى شي حاجه. قلت لها ايوا مزيان، ولكن انا ما قلتش لها راه سمعتك وها قلتي وها قلتي لي. ايوا بطبيعة الحال ما تقولي لاش رانا سمعتك، ما تبغيش تفرشي راسك. اه صافي ما قلتيش سمعتي، راك فهمتي، راك عرفتي السيده راه غتكذب. اه كتكذب صافي. انايا ما بقيتش ما صافي بحال توقفت من جهه مكان، بحال حقت حنا ديك اللحظه بجوج بين صافي، يعني بحال وليت حيره وما وليت غير كنبكي وبقيت ما بقاش عندي شهيه الماكله اشنو ندير ما اشنو ندير. صافي شفت سيد ميك عليا ما كيهضرش معايا، ومو غير كتكذب، انا عاطيني وجه وهو عاطيها وجه، هي غير كت بغات تقلعني باي طريقه وما عرفتش كيفاش دير. صافي بعد ديك الشق واحد ختو هي ساكنه حداهم كتحيد، جات عندي هضرات معايا قالت لي شوف انا غادي نجيك بصراحه نجيك الواقع. قالت لي انت هي غير مية وبنت الناس وما فيك ما يتلاح ما فيك ما يتعاد، ولكن خويا راه ما باغيك راجع عندي تغدى عندي. وها قال لي وها قال لي راه قال لي انا وديك السيده عمرنا ما نتلاقاو لا سنه لا في السنه. ايوا نمشي بحالياتي انا ما عندي ما ندير، انا حاولت ندخل بيناتكم يعني داك الشيء كامل كان غير شي حاجه. شنو هيدا هاد الشيء كامل؟ واش عنده شي وحده في حياته؟ تيعرف شي وحده؟ لا ديك الساعه ما كان كيعرف حتى شي وحده. ولكن شنو اللي خلاه زعما يدير هاد الشيء كامل؟ السحور، السحور الديارات. كيف السحور الديارات؟ اه في الاخر غادي نكتشف كلشي. صافي انا جايك لهنا غنعاود لك كيفاش سحرات لينا. اها انا دائما كنت كان حوايجي اللي كنحطهم كنحطهم كنصدهم وكنشرهم كنلقى شي حاجه ناقصه من حوايجي. وحتى واحد الصوره كانت عندي انا يا بوحدي جماعة ما كانش معايا نصورش معايا هو فيها، لقيتها ناقصه من التصاور، ولكن ما كنت ما كان ديما كنجي بالاخر نكتشف بلي هي كانت كتاخذ لي حوايج تصاوري وخذت لي حتى من شعري وكانت دارت لي سحر تفايق. وكيف عرفتي انت هذا الشيء هذا؟ عرفتو صافي انا اليوم بقيت بحال هكا ملي الخطوه هضرات معايا بحال هكا قالت لي انا نشتي ليك هي غادي تمشي لداركم و تفارقوا مريضنا معدو بس كلي سكر جيتو كل رزقو عند الله كل يجيب لي الله رزقو. ايوا صافي انا هي هذيك الهضره قالت لي مع الصباح حتى مع الصباح قالت لي بقيت النهار كله تنفكر النهار كامل تنفكر. صافي الحشيه جمعت حوايجي هادشي من ورا ما هو مشى. صافي هو مشى ريحي من الدرهم كيف العاده بحال شي كلب قال لي هاك يدري بان لي بغيتي شري بان لي بغيتي هذيك 100 درهم كيعطيني وكيخبر فيها شحال شهرين ثلاثه حتى الربع كاع 100 درهم في 4 شهور 3 شهور كما قلت لك ما تعقل عليك حتى شي حاجه. المراه ما غادي تحتاج حتى شي حاجه حتى شي حاجه. يعني اول تنقول لي شوف هاد 100 درهم ما عندي ما ندير بها انا بغيتك انت قدام عيالات خوتك وقدام الناس راه كاع الناس عاقوا بيك كتغبر. وبصح حيت الناس كانوا تيجيران تيقولوا لي علاش ما جاش علاش ما ولدتيش علاش ما كنشوفوش كيجي بزاف، وانا دائما كنلقى العذر كنقول لهم راه خدام راه ما باغاش نزيد الدرك. ولكن انا كنت غير كنمازح في البادية تيلاحظوا بزاف ناتي لاحظوا بزاف او كانت نهضر الناس بزاف وانا كنت دائما كندرك 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 وكنا كندرك وهي كتحدك ما تضرك الواحد اللي غادي يغبر 4 شهور 3 شهور ويجي نهار ويمشي راه ما عندك ما تضرقي راه كلشي راه باين وخا تبغي تضرقي ما تقدريش. اه بصح ني داكشي اللي كاين ولكن هي كانت كتفرشني كانت كتقول لي راه ما باغيهاش راه ما باغيهاش الناس كتقولها الناس
هي كان عدوسي كانت كتقول لها الناس، كانت الجيران كتقول لها، كتقول لهم هو راه كاع ما وانت باغيش. يا اختي فيني وما عندكش النفس انت تسمعيهم تيقولوا هاد الهضره كامله، علاش بقيتي معاهم؟ بحالي بحالك والله ما عرفت اشنو اللي خلاني، ما عرفت ديك اللحظه. انا بالعكس انا نفسي عزيزه عليا، ولكن في هاد الزواج وفي هاد الشيء هاد المشاكل كلها ما اشنو اللي خلاني صابره. بحالي بحالك ما فهمتش، ولكن كنقول انا غير حيت بغيتو، حيت فعلا بغيتو من القلب. كنتي صغيرة وأول راجل عرفتي وبزاف ديال الحوايج خلاوك أنك تعلقي بهاد السيد. صافي خلاني نصبر على الحار وشلو، خلاني نصبر على كلش. واخا كملي معايا مور ما جمعتي حوايجك. صافي جمعت حوايجي، مشيت جيت للدار عندنا هنايا، ريحت شحال ريحت، ما عرفتش تقريبا شي 3 شهور حتى شي واحد ما تبعني، واخا حنايا انا ساكنين في نفس الدوار ولا دوارهم، ولكن قابل بعضياتنا واحد شوي يعني. والو ما جاوش يربوك ما والو، مش والو نهائيا، لا هي لا هو لا حتى شي واحد، ما كاينش خبر. كان عندك شيخك ولا ما كانش؟ لا ما عندهاش، هي الراجل ميت لها. مات لها راجلها. عيالة الواساك والو؟ والو لا الويسي لا عيالة الويسي لا طفيلة حتى شي واحد. قلت لك غبر اليوم الاخر صافي، ما كاينش لهم خبر، ما جا حتى شي واحد اللي ساكن الناس تقريبا. والديك شنو قالوا لك؟ صافي والدي قال لي صافي ما باغينكش، بقينا بحال هكاك، بقيت بحال هكاك. انا بغيت يقولوا لي صافي راه ما بغاوكش، ما بغاوك راه تعبري عاسي ما نعي يتبعوك يردوك. فعلا داكشي اللي كان قال لي ما بغاوش، غادي دابا غنستناهم غير حتى يبانو ونشوف اش مدحت على راسهم، الا كان تحت راسهم طلعت صافي غتفارق معاهم. وانا كان ذكي وكان ما نخليش ما صافي يعني تحصب، جيت كنشرك حوايجي فوق ظهري، وليت كنضرب باللي حدايا كنقول لهم ممنوع هذيك الا عمرها ما تكون نضغش نطلق. قال وملي عاودت لهم كلشي، انا في الاول ما كنتش كنعاود لهم كاع داكشي باللي كان ما كيجيش وباللي هو واقع هو، كنت كنجي للدار كنضل عادي كنقول لي واش نجي بخير، كنقول لهم انا باخي، كنقول لي واش كيجي واش كيجي، كنقول لهم اه تيجي. وملي خرجت واحد السيد من العائله ديالنا حنايا قريب شويه لهذوك الناس، وسامع باللي مرتو سامع باللي اشنو كان تيوقع ليا، ومرتو عاودت لذاك الراجل، وذاك الراجل عاود الوالد ديالي قال لي شوف بنتك راه كانت صابره على شله، واليوم بنتك ملي جات عندك صحيحه فصيحه صافي فارقه مع دوك الناس، راه ما يصلحوش لها، راه ما باغينهاش. انا بالعمر ما تقبلتهاش نهائيا صافي. كما كتقول انت عايشه المرار وما تقبلتيش الهضره. عايشه المرار وما تقبلتش ديك الهضره، يعني من واش اللي جبد ليا الطلاق صافي، ما كان هضرش معاه، ما كنبقاش كنحلو. ايوا حيت بخاطر صافي قلت لك من ورا ما دوزت شهر عاد باش جاو الناس بدو كيدخلو الناس، بدو كيدخلو ولكن داروها هي وهي. قالت الناس قالت لهم سيرو بغات ترجع ترجع، بغات تطلق طلق. راه حنايا عيقنا بزاف بزاف الوقت، حنايا كنا بعاد على بعضياتنا ومشتين وما عارف راسنا شنو ندير. طول ما سمع ديك الهضره قال لي حنا تما ما جايين حتى شي طريق صحيحه، ما جايين باغيين تردوا صحيح، ما جايين وخاصنا اصلا نشوفهم هما، نشوف الراجل هو اللي خاصو يجي يطلب ويعاود، ما تجيوش نتوما. ملي نشوف دوك الناس ردوا علينا الخبر بحال هكا صافي، جاتني الخبر باللي راه غادي يدعيوني باش نطلق. با قال لي لا خاصنا حنا نسبقوا الدعوه، ملي القاضي سال المحكمه وفي الدعوه خاصنا حنا نسبقوا الدعوه. ايوا طلعت المحكمه ديال الاستاذ دعيتهم، درت الرجوع لبيت التوجيه، طلع هو تا جاوب قال لي هو قال لي انا باغي نرد غير بالعين، ما كان باغي ما حتى شي حاجه غير بالعين، قال لي الهضره قدام القاضي. هو بقى داك عام وحنايا كان حنا داعين بحال هكاك، انا درت محامي و عام وانت في داركم؟ عام وانا في دار. ايه نعم بقى داك نتاعو كنتاعو كل مره تنتاعو، المحكمه حكمت عليا بالرجوع لبيت التوجيه صافي. الحماس عليا المحكم بحال هكاك ردني، جاب الناس عاوتاني وردني ورجعتي. رجعت. والديك خلوك ترجعي؟ بز ما خلاونيش، والحلم ديالي انايا كان هو واخا يشوفني واخا ما عرفش نديرو فيا خاص نرجع، حيت صافي ديك العام دوزت في دار دوزت بحال الجاحي. علاش بحال الجاحي؟ ما كنتيش مرتاحة؟ ما كنتش لا قلت لك انا كنت كتما ما خصني حتى شي خير، ولكن دوزت بحال دوزت جهنم، حيت ماشي ما كنتش مرتاحه، بغيت واحد بغيت نعيش معاه. هذا اللي كيخليك 3 شهر 4 شهر شفي ما يتبغى ولي ما عطاكش قيمه.
راه فعلا انا بصحني، ولكن انا كان عندي هدف زعما كاين غيتغير، غادي هادي غادي هاد، ولكن والو داك الصبر صدق غير على حتى شي حاجه. صافي انا ملي رجعت لنفس الحاجه وكثر كاع، ويا ريت كون غير ما رجعتش. صافي ملي رجعت هما ولاد الحرم كانوا مخطيين ليا يطيحوني في الشبكه، ما كانوش باغيني ندعيهم وما كانوش باغيين يردوني غير باش ما يخلصوش النفقه، حيت المحكمه كانت حكمت ليا ب 300,000 هادي صدق المعيوف يعني طلاق، وحكمت عليا ب 100,000 هذا ديك كانت النفقه زعما كاين شحال من شهر وانا خارجه يعني على كل يوم تاخر كل نهار خرجتي فيه كلها خرجت فيه يعني المكان الكموله كلها هي 2 مليون. ايوا باش ما يخلص 2 مليون ربك باش ما يخلص داكشي باش ما يخلص 2 مليون رجعني زعما كنت غير قدام القاضي. صافي قال لي شوفي، قال لي هانت النهار اللي بغينا صافي غندير بغيت نرجع فيه، بقى كنت حايل عليا قال لي شوفي غير ديري لي تنازل زعما ضربي عليك الدعوه ما تبقاش الذكوره كاع نهائيا غتسيني وداكشي، وانا غادي نردك وغادي تسكني معايا ليه عندك مسكنك بوحديتك وهادي تخيل ما غادي خصك. كنتمنى ان شاء الله نتغير ونرجعوا الاحسن. كلا لي عقلي صافي انايا الهضره اللي قال لي هو سرات لي صافي يعني صافي وليت كنكسر صافي تقش فيه صافي انا قدرت هو نسيتي باك اللي كان يجري معاك ونسيتي داركم ونسيتي كل شيء نسيت كل شيء صافي وقفت الباب بحال الشوكه قلت لي صافي انا خاصني نضرب ليه الدعوه وغنتنازل على كل شيء، غنتنازل على هذاك على النفقه اللي خرجت لي حيت النفقه كان خاصني ناخذ هو خرج وخا ما رجعش قلت انا تبقى لي. ايوا درتي التنازل صافي طلعت لي تنازل بس بس خاصه معايا في ديك اللحظه قال لي شوفي انا بغيت لك راه نصلحك وبغيت لك غير العز، وقفت معاك تبدل لك حقك ودابا بغيت تضيع كلشي الا بغيت ترجع خلي الدعوه غادا. هو خيرني قال لي انا بغيت نرجع مزيانين، ضحك عليا قال لي انا بغيت نرجع مزيانين خاص تضربوا على الدعوه راه ما يمكنش جوج الناس مزوجين وتبقى المحكمه بيناتهم. قلت لي انا صافي غادي نضرب لك على الدعوه ولو غير تردني حساب بالي ما بغاش يردني، وملي غادي نرجع لعندك غنمشي انا وياك ونضرب لك على الدعوه. داك الشيء اللي وقع صافي ردني ومشى معايا، مشات معايا مو هو كاع مشى معايا، مشات معايا غير مو صافي درت لي التنازل وسينيت وصافي درت لي زعما درت شي دعوة باش ما ناخذ لنا نفقة لا حتى شي حاجة. صافي غير تأكدوا بلي صافي درت لنا الدعوة وكلشي، رجعت تاني نفس الحالة وكثر كثر من نفس الحالة. صافي ولات مو كضربني كتنوض مع الصباح بكري مع هاديك تقريبا ديك الخمسة ديك الربعة ونص كتفيقني ياك فايتني تسالني علاش تفيقك انتيا مع الخمسة غادا تبيعي البايم؟ كانت كتبني واحد الدار، كانت كان ولدها اللي مجوج كان كيبني واحد الدار وكانت تقول لهم شمو يصبحوا ناعسين وخليني نوض امها هي. انا سمعتها دائما كنت كنظن كتكون كتحرض علي شي واحد ولا شي حاجة كانت معاها حيت الدار كانت غير صغيرة، قالت لي مخليني نحرر فيها عيشة عاوتاني باش تخرج. ما خافتش الله واخا قاعده وزن هذيك المشاكل كان على تشوب وكل شيء ولكن ما تعبتش، بقات عاوتاني ندير هي دير معايا تاني نفس الحاله. قلت لهم بغيت نهار فيقه بكري طلع لي الرمله ودخل لك شي ديال الكياس وديك شي ديال السيما وديك شي وتسقي الماء، وكانت كانت كتصيفط لي نسقي الماء وانا ما عمرني ما سقيت من شي بيه. ايوا انت اختي اللي قلبتي على الدل، كنت معززه مكرمه في ضربك وباك تيدير لك الشان وانت كتقلبي على الدل وعلى الويل. او بديت كنبكي معايا صافي ملي بديت كنشوف ديك التصرفات وبلي سيت عاوتاني ما رجعش معايا كيف العاده يعني رجعني وهرب امو عاوتاني حرات لي عيشتي. بديت كنبكي معايا بديت كندم كنقول علاش انا يضرب لي مرة الدعوه كون غير خلي الدعوه غاده كون دخلت غير النفقه ديالي ونفعك داك الندب اللي ندمت يا زينب شويه ما نفعنيش ما صراحة طلع من ما عدو باش نفعني. ايه واحدة بملي انا فاتني غير تجربة المهم خدت تجربة ولكن داك النادى ما نفعني بوالو صافي. ايه واحدة بملي ليا صافي انا يوم بقيت محرك ليا عيشتي كتفيقني سكيلا ما بكري كتفيقني سكيلا ما بكري بس زعما كيت الناس كيشوفوني اش كنسقي وخا
فالصباح تقول لي مرة هكا تصبح ناسة وتلك نطيب الصباح عباش كتفيق وراها مقابلة غير شقة كتكذب كتقول الناس بحلاكك والناس شافوية تنسكي وكتقول لي وش انتي كتسكي الناس اللي ساكنين حدانا كيعرفوا تاعي عائلتي كتقول لي واش هزينة انتي كتسكي كنقول لي ما كنسكيش وصبرت على الشلة غير باش هو هي صافي يرضع عليا وكلشي وبقيت بحال هكاك كنطلع على الرملة كان باش نحل منافي ديال المعلم كنخلط كنمد كان كيف العادة كان كنت على البهايم وكلهم شربهم بحال شي خمات عندها وإلا ما درتش هادشي فناكل عصا كتضربني وكنضربك ما كتبوليش لوالديك ما صافي حيتي انا بغيت برا من النهار الاول انا بغيتك العز بغيت لك الشان واش كنت ما كاين من اللي بان لك حقك بغيتي تضيعي هذيك الهضره ما بقات لي في عقلي كاش الا مشيت قلت ليهم ها شنو كيوقع لي شنو كيوقع لي منك اليوم ما قلت حنا مسؤوليتك صافي وبقيت كنجي ثاني كيف العاده كيقول لي واش شنو كاين كنقول لهم صافي رجع كل شيء كيف ما كان عاوتاني رجعت لك دوك فين جيت كنكذب عليهم وانا ما كاين حتى شي حاجه من داكشي ايوا صافي ديا كانت كان الغرض ديالها هي تحرر فيا عيشتي وتطجرني من دارها باش نخرج وصافي نولي باغا غير نطلق هادشي هذا هو اللي كانت باغا ملي انا واحد النهار واجهتها قلت لها شوف اش كديري معايا بحال هكا الا كان عينك غير باغا تفارقيني ما راه مستحيل تفارق معاه انا بغيت واخا يكون مرا بحالي بحال انا بغيت غير نشوف بغيت غير نعيش معاه نعيش معاه غير تحت سقف واحد ما كيهمنيش الا ما كانش راجلي انا بغيت كيف ما كان هي صافي تما فين ملي واجهتها وخرجت في عيني بحال هكا تحزنات ليا ديال بصح صافي هادشي داز عليها شهرين بحال هكا باش انا رجعت حيت شهرين وشهرين وحتى ما فتهاش من ورا من الدعوة داكشي ما فتهاش صافي خرجت عاوتاني صافي تحزنات ليا من ورا ديك تخريج العينين دوك شمرها 5 ايام تحزنات ليا ما عرفتش اش مدات ليا ما عرفتش اش مشرباتني حيت هي شريره ما كترحمش قبل حد بزاف وديك القفور حي هي ديالها كلشي انا تقبلت عادي كنقول الى ما عيراتني ولا دارت لي شي حاجه بحال هكا ما غاديش نهز راسي ليها بحال بحالها ولكن باش وصل معها درجه شربني ما عرفتش اش مشرباتني صافي انا دقلبت شنو طرالك صافي وليت دايخه في عقلي ما بقيتش واعي وليت كنضرب بوحديتي من وراها بداتني عدا لواحد البيت ديالها اللي هي كتنعس فيه هي واش لو كانت معاها بنتها بنت ولدها ماشي بنتها هي بنت ولدها هي الاولى ليهم ومربيها بحال بنتها حتى هي شريره بحالها وحلوا التليفون وسجلوني وكتسولني هي كتسولني كتقول لي ملي كنتي خارجه ايام اللي كنتي فاكا طلقي فيها وكنتي داعيه معانا اشنو كنتي كديري اليوم كنت كنتصاحب وانا ديك الشيء الهضره كلها اللي كنت كنقول فيها اليوم ما كان مش ما منها حتى حاجه وعلاش كنتي كتقولي مني ما منها حتى حاجه ما عرفتش بحال بحالك ما عرفتش وانا ديك الهضره كلها اللي كنت كنقول في ديك الساعات ما كنتش واعيه ما غادي نوعتها غادي ندوز ديك الايام وغادي نواجهوني بداك الفيديو قلت لهم انا كنت كنتصاحب انا هادي كيقول لي واش انت مع هو ولد سميتو خالد كتقول لي واش كتبغي خالد ولا قلت لهم لا ما كنبغيش وشحال من حاجه سولتني عليها جاوبت العكس ديالها قالت لي ما عرفتش كيفاش تصمقلت كيفاش تويت كنهضر بحال هكاك والله ما عرفت حد الان كنراجع نفسي كنقول ديك الهضره اللي قلتها انا ما دايره من حتى حاجه وعلاش قلتها ما عرفتش راسي اشنو وقع ليا ديك اللحظه بقات كتسولني كتقول لي حيتي دايره بحال ما عرفتش ما فهمتش وريك السيده سبحان الله غادي كتعرف كل شيء واحد السيد كان جارنا وهو قبل ما نتزوج بولد هذاك الشيء زعما كنت كنعرفو داك الشيء وسولاتني عليه بحال عرفات ولا ما عرفتش سولات قالت لي اشنو كيجيك شنو بيناتكم قلت لها كانت بيناتنا علاقه وكنا بغينا نتزوجوا وهادي بقيت كنهضر لها شي هضره ماشي داك الفيديو اللي كنوريكو داك الفيديو لما نوريتو لما غادي وريني كل شيء وريت العالم كله كاع الجيران كل شيء وريته لي انا هيك الهضره مورا ذاك داك الفيديو انا عادي الناس عادي وصبحت انا فقت عادي نفس المصير تاني كنضرب تشمير وكرفي
من وراها 3 ايام قالت لي سيري لداركم. انا قلت لها سيري بخطره، قالت لي سيري لداركم وباتي. قالت لي غير سيري لداركم وباتي صافي. ولكن ما قالت لي تقرب العصر، قالت لي انت ما مشيتيش بكري غير سيري لداركم وباتي. وانا جيت فعلا، جيت لدارنا وبت، والوليده كتقول لي واش نجي باش ما نجيش الصباح. قلت لها راه دوك عارفاش، قالت لي سيري وباتي. قالت لي صافي ومزيان صافي. دوزنا ديك الليلة عادي، الليل توهاني الصباح تا هو دوزت عادي. ما قلت انا اصلا ما كنفرح وما كنرتاح حتى كنجي لدارنا عباش كنلقى راحتي. ايوا صافي، ما على باليش بلي سيدي راه واخده ليا فيديو وغدير ليا الشوها. صافي عيطات لبا، هي عيطات لبا التليفون. با عند الطوموبيل كيمشي كيزبع عباد الله، داكشي كيخطف البلايص كيخطف البلايص. نها بدا الخدام وانا هنا كاينه هنايا. صافي انا قالت لي سيري غير باتي، يعني ملي جيت مع العصر وبت يعني على بالي غير غتاخد انا غنضل حتى الحشيه عاد باش نروح نمشي لداري زعما هادشي اللي على بالي. وكان خدام عيطات لي وانا ما فراسيش من تما داز لعند هي الدار، قالت لي خاصك ضروري تجي عندي. وبك يحسب لي بلي انا مشيت لعندهم. قال واش زين كاين عندكم؟ قالت لي غير جو غنهضر. وبات خلع كي حساب لي واش انا مشيت تما ومرات ولا شي حاجه بحال هكا. مشى بالدربه عند طاق عند الطوموبيله ديالو وراه كتجي. قال لي شوف بنتك شنو كتقول وشنو كتقول وشنو كتقول. بنتك ما بقاش بحالها 10 لا والو، خرجت طايطي. قال لي انا مستحيل بنتي ما عمرها ما خرجت، ما عمرها هادي، ما عمرها، مستحيل بنتي دير بحال هكا. انت غير ملي ما صورتي والو من المحكمه وهادي، ملي زعما كنطفي تاكدتي بلي ضربات لك على الدعوه وهادي، بغيتي تشوها. بغيتي قلتي غنشوها باش ما عمرها تبقى تهد عيني ولا دير ليا شي حاجه. بغيت زعما كنت كداري تاخذو كحتياط باش زعما الا دعيتو ما نصور لي مو غادي. دعيتي على داك الفيديو راه غادي تشد فيه. ما دعيتهاش راه على داك الابتزاز اللي ابتزازك في داك الفيديو غادي تعاقب عليه. ابتزاز ما فيها ابتزاز با هو الاول. قالت لي شوف دابا قالت لي انا غادي ندير معاك واحد، غندير معاك واحد مزيان زعما. قالت لي شوف هذا الفيديو ما غنوريه لشي واحد وسرك في بير، وبنتك راها عندك راه مازال كاع ما جات. وفي الطرا كاع عندها شي صناعة تقريبا هذيك 12 بحال هكاك. النهار اللي انا فعلا كنت غادي نمشي فيه للدار دار عندهم. اها بنتك راه مازال عندك راه ما كايناش هنايا. انت جيتي بطوموبيلك غتهز لي حوايجك وغادي تمشي دير، انت اللي غتطبق الدعوه وغدير دعوه الطلاق وغتنزل على كل شيء. ولهذا الفيديو غادي يمشي للقاضي وغادي بنتك تشد في الحبس بتهمة الخيانة كتخون راجلها. هو اصلا ما عمره ما كان راجل، كان راجل غير في الوراق. قالت لي هو كان مزيان معاها وكيوصيني عليها وكيحيط ليا وكيقول لي ان شاء الله يفيها وبقاش كيكذب على با. داك الهضره كلها من ما حتى شي حاجه. وقالت لي شوف هي اشنو كدير فيه دابا لهاد الهضره هادي. غادي نوريها لولدي، شي كي مشى تعرف ولدي مرتو كدير فيه بحال هكا راه واخا تكون عندك غادي يجيب موس ويذبحها عندك. بقات كتخلع في با. ايوا واش دار؟ با صافي جا قال لي انت شنو درتي؟ علاش ما درتش؟ قال لي قال لي درا نشجعك واخد لك الفيديو وكتهضري فيه وراك ها قلتي وها قلتي وها قلتي وها قلتي. انا قلت لي عمرني ما تشجعت ولا وقع ليا هادشي. قلت راه مستحيل. قال لي فين كنتي كتباتي؟ واش في بيتك ولا عندك؟ قلت لي عندها. قال لي راك مسجله في بيتها وعندها. قال لي وانت كتهضري انت وياها وهي كتعاودي ليها وشي حد كان كيسجل فيك عاد باش كنت كنعقل اين تمشيت عندها. ونهار النهار بالضبط اللي كانت باغا تسجلني فيه بقات كتحايل عليا حتى داتني عندها لبيتها، حيت انا ما كنتش كنعس مع ديك الايامات. نهار اللي تسجلني فيه بقات كتقول لي عاودي ونسيني باش الصباح نفيقك بكري بلا ما نجيش لعندك لبيتك. هي كتظل ديالها غير هذاك النهار نيت كانت باغا تسمر ليا وصافي. ايوا قلت لي صافي راني عقلت النهار اللي مشيت عندها فيه راه النهار الفلان الفلاني راه غير هذيك 3 ايام راني بت معاها ومن وراها مابقاش كنبات عاد. قال لي وراه هذاك النهار استغلات هذاك النهار العلم والله شنو دارت ليك راه كاين وها كاين. ايوا با ضربني صراحة الله ضربني ما خلانيش علاش نريح. ضربني صافي ملي ضربني انا غفلتو ما بقاش فيا الحال حيت انا ما كنت مع هذاك الفيديو ما عنديش علم بلي راه تسجلت ما عندي. اي واحد في بلاصتو غادي يشوف ديك الهضره وغادي يشوف بنتو كتقول ديك الهضره وغادي يشوف وحده كتستفزو وكيفاش كطيح منه كطيح من رجولته. راه الحمد لله اللي ما قتلكش صافي.
صافي انا بقى في الحال من ناحيه العصاني كنت انا مظلومه، بقى في الحال علاش جلاتي داش معايا بحال هكاك. انا غفلت مع قلت لك شويه ما بعاد ما قرب لينا بزاف. صافي انا ما غفلت بقى، ما عرفتش فين نخرج ديك الساعه ملي تعصب، ما عرفتش فين نخرج. الوالده عندي كانت الساعه يلاه كيف ولدات، كانت والده ما المهم ماشي يلاه ولدات، ولكن كان هذا الترابيه كانت مشات مقابلة الترابية ديالها. أنا يا صافي غفلت صافي خرج، ما قلت لتي شي واحد، ما قلتش لهم أنا غادي نمشي. أحسن من البيجا ملي كنت كندور فيها خرج، ملفكة ملي كان نخرج كنلبس جلاتي. صافي أنا مشيت مني في البيجامة معصبة وحالتي حالة، غير لحق دخلت عندهم لقيت لي حالي حوايجي في الأرض، حيت با قال ليها شوف، قال لي دار القانون هي اللي كاينة، أنا ما جيت عندك هنايا ما خبري حتى حاجة، ما غناخد الحوايج لا والو، هادوك الحوايج غير ربحي فيهم. عطاوني القانون غنشدهم، ما عطاوش ليا غير ربحي فيهم. أنا سبح بنتي ودمرتي لها حياتي. صافي خرج. وأنا مشيتي عندهم أنتيا؟ أنا مشيت زعما كنت تعصبت، بغيت نمشي نعرف أشنو كاين. درت هي ربحي ضحية، قتلوني نقتلهم. صافي انا نمشيت عندها، لقيت داير عليا جمعيه، دارت جوج رجاله وولدها وعيالات ولادها الشريله تاع شكون ولدها. هذا ولدها هو راجلك؟ لا راجلي ما كاينش. اها راجلي ما كاينش باقي ما جاش، ولكن كان غادي يجي. ملي يلاه كي دخلت شحال هكا ني، لقيت حوايجي مرميين، كل حاجه وكل بياسه مرميه في كنت، ورفع نايض وهي كتغوت وكتقول شي هضره فيا ما كايناش، كتقول لهم انتم كونوا من الشهود. ولقيت التليفون اللي فيه التسجيل، شاد واحد السيد من الجيران كيقول لها ولو تكون غلطات هاد الدريه هادي ما حقش لك ديري بحال هكا، ستريها باش ربي يسترك. زين هاد الدريه هادي راه مستحيل دير بحال هكا، كانت كدوز وكتحضر راسها، راه ممكنش دير بحال هكا. قالت لي وهي انا هي انا باطلت عليها، عاد تسجل فيني ديك اسمع شنو كتقول. والناس كلهم شي كيتفال وشي كيقول مستحيل ديرها، كلهم شنو تيقول. وانا مصدومه وما عارفش شنو غادي ندير، حيت انا ملي هنايا خرجت من هنا خرجت صافي لقيت نقتلها، حيت هي دوزات عليا الحرير وانا صبرت ليها. ولكن باش تجنني وباش تهدد با وباش بغا يجي يضربني وانا هادشي كامل وقع ليا وانا ما دايره حتى شي حاجه ما نسكتش عليه. ايوا شنو درتي ملي وصلتي؟ ملي وصلت لقيت دايرين بيها بزاف الناس وهي كتبلبل وكتغوت وكتكذب. صافي انا هي دخلت قلت لها اش غديري، انا هنا بوت نجد ما غنخرجش لك ما خارجاش. قالت لي والفاعله والتاركه بشي هضره ما تفهمتيش، لا قدام الناس قدام الرجال بالحياه وما حشمتش. يا الفاعله يا التاركه يا هادي يا قصتك يا نعسك يا الداخله يا الشيطه ما كتحشميش باك، ما عندكش القلب باك. واخا قالت لي هذيك الهضره كلها صيفطك، قلت لها با ما فراسي حتى حاجه، راه غفلت وجيت باك وعرفني جاي كنجي عندك ما كنربطني. قلت لها وانا لازمك ما غنخرجش لك من عندك، انا يلا كي كنت مداعيه معاكم ويلا كرجعت. ملي صافي تاكدت بلي انا ضربت لك على الدعوه ودرت لك تنازل وصافي حكمتيني كيف بغيتي، عرفت الا ما غنصور لك والو درتي لي هاد الشيء هاد الحشومه عليك، حرام عليك. واحد ولد تنركع قدام رجلي كنرجع كنقول ليه ضام مع امك، هو كيركل فيا برجلي كيركل فيا برجلي كيقول لك قاعده الكلبه الخان ظاهر فعليا التاركه ما كانش كله ما فهمش رب مشيت الحماق فيها ما واحد دل جبته على راسي مستحيل كون قاعد ليه شي يا قرسي عندهم بتي داك الليلة عندهم. لا ما ريحتش غفلوني عاوتاني يعني ومشوا عيطوا لبا واحد فيهم ما عرفش اني كيفاش انا كنت ناقش معاهم وكركع وكنت ما حسيتش بيبقاش عاوتاني توقف قدام الباب عند شاني بالطوموبيل. ايوا كي داير باك ملي شافك ديك الحالة صافي انا جايك الهضره. صافي انا يقبل مني جدا دخلت لبيتي، دخلت لبيتي وسديت عليا مع بيتي كان عند الساروت، وكنت باقا كنت عارفه الساروت في الحاطه في البيت لي في الساروت ديال الباب، دخلت وسديت عليا وهي كتدق عليا من الشرجم وكتدق من البيت ديال خرجي من بيت ولدي. قلت لها انا ما خارج لك كان بيت ولدك، انا راه بيت راجلي وراه بيتي. كتقول لي ها لا بيت ولدي خرجي، هذاك راه بيتي انا وراه بيت ولدي، هذاك راه ماشي بيتك سيري. قالت لي رجعي من كتي، انا سير رجعي غسلي بالدرك. كتقولي سيري غسلي بالدرك، قلت لها حاشاك انا ما عمرني ما غسلت بالدرك، انا كنت عايشه في معززه مكرمه عند والديا، كنت عندك وليت كنغسل بالدرك وليت كنت عايشه في الهم وفي الشماله معك. قلت لها حاجه ما ضرتني، قلت لها كنت صابره معاكم على كل شيء، كنت غادي معاكم بواحد النيه زوينه،
ثم قلت نخرجوا مع عائلتي كامل. ايوا ديري دابا ملي جباك. ايوا صافي قبل ما يجي با دخلت عندي حليت، بقى واحد الراجل كبير في العمر كيطلب فيا كيقول لي شوف بنيتي اخرجي اخرجي دابا يدير الله تاول الخير اخرجي دابا ندوي معاه وهادي. ايوا حليت داك الباب دخلت عندي هي، حتى شي واحد ما قد يدخل عندي، دخلت عندي غير هي كتجر فيا، هي كتجر فيا وانا ما باغاش نخرج لا من البيت، لا ما خارجاش لك من البيت. هاد البيت قلت لها انا صبرت على كل شيء باش نبقى في هاد البيت وانا غنبقى في هاد البيت. وثقت لها نفسي واخا يكون هذاك البيت قصر ما نصبرش على هاد الدل بحالي، فما عرفتش انا شنو اللي خلاني نصبر على ذاك الدل. ايوا خرجتي لقيتي باك قدامك؟ لا بقيت في بقيت كتجار معايا، طاحت بالعالي ضربت دابا داك الساكطة ديال البيت، دارت يدها بحال هكا ليها عراد دراعها بحال هكا زاد البيجامة على دراعها، وحردات بالعاني جرحات يدها جرحاتها بالساكطة، وقالت لي مرا دفعتني على الساكطة بو طلعت عليا. اها بقات كتقول لي بدوني جبروني راني تهرست راه دفعتني راه هادو انا ما قصتهاش. كنقول لهم والله ما قصتها، كتقول لي كتباطل عليا، كتقول لهم والله حتى ضربتني راه هرشتني جبروني راه ما عرفتش شنو وقع عليا، وغير كتباطل وكتكذب. كتغوت ربي اللي خلق. صافي انا ما بقيت كاع نهائيا، بغيت مابقيتش متشبته بها نبقى في داك البيت، بغيت باغا نطلق غير من الباطل ديالها. حتى سمع الطوموبيله وقفات عند الباب عرفت بلي با جا واحد الراجل دار معاها. قال لي شوف، قال لي شوف ما تضربها ما تقرب ليها راه غير مظلوم. واحد الراجل كبير انا كيبان لي في هاد الشيء راه واقيلا غير مظلومه دي بنتك، وانا اصلا قلت لك كنت هضرت معاك. هو داك الراجل نيت اللي قلت لك راه من العائله. اه هو اللي قال له راه شنو كاين شنو كاين. قال لي شوف، قال لي رد عقلك وتثبت راسك ودي بنتك ما تضربها ما تقيسها ما والو، راه الدريه ماشي الخاطر هذا الشيء اللي وقع لها كيبان لي الشيء راه غير باطل. انا في الاول قلت لك بنتك شدها عندك ما تخليهاش ترجع، هاد الناس ما باغينهاش. داك الراجل بحال عاقبين. ولكن بابا ما كيسمعش غادي وكيضرب فيا كيعاير وكيسب وكيقول لي جبتي لي الدل طيحتي لي راسي. من حقه من حقه زينب من حقه، حيت بصح الدل هذا. ولكن انا ما كنتش بخاطري يعني كنت كنقول لي انا يا ربي تاخذ روحي تاخذ اي حاجه بغيتيها فيا وما تفارقش. دابا هذا اللي كديري عليه انت هذه الحاله هو ما مسوقلكش كاع، ما عارفك كاين قلت نسيه لكل شويه كتقول لي كتقول لي هي ميشاش بو داكشي صحتي راه غير باطلات عليا. كتقول لي هديها هديها من راه جاي راه قرب يدخل الى لقاكم هنايا يقتل فيكم شي واحد. صافي انا هي مشيت خويجي ما خرجتهمش معايا. اها هذاك الراجل كيقول لبا كيقول لي دي حوايجي. قال لي والله حاجه اللي خرجته حوايجي كنشوفهم شتين وبقيت عارف راسي ما غادي واش نجمع حوايجي واش نخرج واش نبقى واش. صافي ديك اللحظه بالضبط كنت حاسه بعقلي غادي يخرج. صافي انا يا خرجت مشيت مع با جيت للدار انا هي بقى كيعيط بقى مخاصم عليا مع شحال من يوم ماشي هضرش معايا كيشوف لي شوفه ناقصه. وانا صافي دخلت فواحد الحاله خايبه، ما كان ناكل ما كان نشرب ما كان نعوم ما تجي حاجه. صافي جاتني بحال صدمه ايوا غير كان كنت تبع عليا. صافي من وراها صيفطنا واحد الراجل، هذاك الراجل نيت اللي قلت لك عليه هو راجل واحد اخر. قال لي صافي هاد الناس ما لايقينش ليكم سبق لكم داعيتو وشوفوا اشنو وقع فيكم، وراه هي راه كتقول باللي الا مشيتو شدعيتوها هاد التسجيل هذا غادي تمشرب وغادي توريه القاضي وما غتصوروا من حتى حاجه حسن لكم تاخذوا حوايجكم وداكشي اللي غادي يحط ليها القانون ديالها غتشدو وصافي تفارقوا مع هاد الناس ما عندكم ما ديروا بهم. بقبل ولكن انا ما قبلتش. انا ما قبلتش علاش انا ما قبلتيش؟ قلت لهم خاصك تعطيني طراف حيت صافي ديك الساعه بالضبط حطيت انتقام في راسي. قلت صافي انا نمشي ندخل للحبس ولا ندخلها ولا ندير اي حاجه ولكن ربما ما تبعنيش في طريقي. ايوا صافي انا قال مشيت اتفق على اساس نطلعو نديرو الطلاق شي قاقي وداكشي. اها غيرت الاقوال ديالي مشي تما وغيرت الاقوال ديالي. قلت لهم لا انا باغا مازال بقى باغا نرجع، انا كنت باغا غير نبقى نجرجر فيهم حيت صافي انا بالنسبه لديك اللحظه بالضبط حياتي دمرات. قلت ما فيها باش نزيد ندمر اكثر من داكشي اللي بقى. صافي انا غادي صافي وصلت لواحد الدرجه صافي مرضت فيها نفسانيين وما كاين حالتك كوا كنتي مزوجه شي زواج مقاد.
كي لازوج نقاد لا تجي حاجة، ولكن واحد السيدة جات عند من وراها ما داعيت يا ربي انا جايك نهضر من وراها ما صافي الداعينا وداك الساعة ثاني رجع مثلا نفس النقطة ثاني الداعينا ثاني باش ساعية دار لي محامية انا مداعي بحال هكاك كنداها صافي هو تيقول باغي نطلق انا تنقول باغي نرجع ثاني بقينا واحد تقريبا جاي شي عام واش كنداها نهار الحكمة ديال المحكمة بالطلاق، ولكن مرة ما تحكمت على المحكمة بالطلاق كانت واحد المناسبة وها خرج معها العائلة قال لي يلا عودي بدلي الجو هادي وهادي يلا عودي شنو هو هذا اللي قالك يلا بدلي الجو غير الدار الوالد صافي خرج تما باش نبدل الجو فواحد اللامة كانت ختانا داك الشيء صافي انايا تلاقيت بواحد السيدة واحد السيدة كتعرف هذيك السيدة مزيان وقالت لي شوفي قالت لي اش درتي مع دوك الناس قلت لها راه هاكين وهاكين 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 عاد لا كلشي قالت لي انا راه بغيت نسوم لك انا عارف راسي كلشي داك التسجيل اللي كان سجلاتك راني شفته قلت لها واش لاحتو قالت لي لا راه ماشي لاحتو ولكن قالت لي راني شفته قالت لي راني شفته انا قالت لي مشيت قالت لي تلاقيت مع واحد البلاصه قالت لي قلت لها ما كاين هذيك الدريه داتي لهذيك الحاله قالت لي قالت لي ولا بقات فيك كانت على كيتفهمتي بودنيك سمعت شنو تقولي قالت لي وانا تصنت من الاول حتى الاخر قالت لي راه الشيخ شي حاجه كاينه تما قالت لي راه خاصك قالت لي واش تشدي لي التحاليل عارف راسك اصلا اشنو عندك وجري براسك على ديك الحاله اللي تسجلت وداك الشيء اللي وقع لي هي اللي حلات لي يعني على بزاف د الحوايج راه ما يمكنش داك الشيء يكون عادي قالت لي راه ما يمكنش داك الشيء يكون عادي قالت لي واش كنتي مجوجه وغتصوري تقولي على دوز تزيف الهضره راه المراه مستحيل راه ما يمكنش تقول لك الهضره الا ما كانش وقع لك شي حاجه في عقلك يا اما مرض راسي مرض نفساني يا اما شربتي شي حاجه خاصك ديري التحاليل خاصك تجي براسك تمشي عند شي طبيب تعرف راسك اشنو عندك ايوا شنو درت انا صافي قلت لها شي ديال مشيت قلت لها دابا غادي يوقع لي شي مشكل جيت خليت غير في قلبي صافي قالت لي شوفي قالت لي هذيك السيده انا قالت لي راني كنت واحد المره تلاقيت معاها عاد واحد الصيف قالت لي كانت هي وبنت ولدها تلاقيت معها قالت لي واحد الفقي وهذاك الفقي قالت لي راه كيسكن في واحد البلاصه تيقولوا لها الحد ما علينا اها قالت لي وهذاك الفقي قالت لي خاطر هادشي ديال الشعوذه قالت لي راها قالت لي 100% غتكون دارت لك شي حاجه وانت كتامني بهادشي ديال الشعوذه ما كنامنش بهم عمرني في حياتي ما سمعتش بهم اللي كنت مع والدي ولكن ملي هذيك السيد دخلات لي الشك وما ديت ما جاتش في هضرتها وليت كان مرض وليت كان مرض بزاف وليت كان نتق وليت كان كل مرة كيجيبوني من بلاصة كنجمع حوايج كنقول لي انت فين غادا كنقول لهم انا غادا عاد فلان فلان واخا انا بغيت نتفرق معاه وعلى غادي نتفرق كنقول لهم انا غادا عاد فلان فلان انا غادا عاد غادا عاد هداك خينا مرة عاوتاني كنقول لهم انت فين غادا كنقول لهم انا غادا غادا باغي نهوض غير لمراكش غادا باغي نهوض غير هنا باغي نمشي غير هنا تخرجي تخرجي في الهضرة أول شيء كان خلوك أنا خلص في هذا صافي وليش كان مرض بزاف وليش دائما خنوقة دائما بغي نهرب بعض المرات كان فكر في انتحار وفعلا يعني واحد المرة حاولت نتحر شربت السيف وكنت غادي نموت شربتي؟ سيف شنو هو ما فهمتش واحد الدواء تيقولوا لي سيف كي دق في ديال القملة هذاك الدواء كيقتل داك الشيء انا يا هذاك الدواء ما لقيت شي حاجه اللي غادي نهيب حياتي لقيت غير داك الدواء اللي كنشربو اي حاجه كتادي وليت كنشربها غير باش نادي نفسي كنقول انا يا الله ما مطين عمولي ولا هاد العاده ولكن راه الدنيا الاخره ما فكرتيش في هادي عارفه الدنيا لا دين ولكن انا يا صافي هني عقلي ما بقاش ديالي وليت مخربقه وليت عايشه بالظلمه وليت دائما ما بقيتش كنتحمل الدموع وليت دائما الدموع دائما الحزن ما كناكل ما كنشرب ما كنت هلا في راسي كيف العاده ما والو صافي دخلت واحد الحاله خايبه ديك الايام انا باقا كنت كنتاها فيها كنت باقا كنطلع وكنزل صافي قلت لك حكمت عليا المحكمه بالطلاق وحكمت عليه هو حط ليا ثلاثه من اليوم وكيف النفقه عاوتاني النفقه عاوتاني مزيان ولكن بقاو صافي هما يا هو غبر ملي حكمت عليا المحكمه بحال هكاك غبر بقى كيبان له هو المحامي ديالو
بحال ما زعمش غادي كتاجي من يور غبر ما بقاش كيبيع وبا صافي يوم من داك طلع مزور ولا كيقول خاصهم غير يبيعوا عاد شهر ما بقاش بغيت منهم والو وانا صافي ما بقيتش نتشبت بيهم حيت صافي وليت نديها غير صحتي غدا كنطهور ما بقيتش بعقلي بقيت انا بقيت موقده باش نقول لي لا الحاجه خاصها تكون الحاجه اللي خاصها تكون ولا هو اللي كيدخل في كل شيء ايوا طبيعه الحال على بغيتي تدخلي انتيا انا تدخلي به المره الاولى والمره الثانيه كون كنخويتي به غادي يجري عليه داكشي اللي قال لي ولكن صافي انا مش نديها غير صحتي وليت باغا غير صحتي وليت باغا غير نبقى هاديه بحال الناس صافي با دار عرس ديالو شي واحد فعلا من النوع ديك الغابره ديالو فعلا دار واحد السيد وقال له البوليس صيفط لي البوليس صيفط لي قال لي شوفوا غير عاد تفارقوا صافي بنتي راه مرضاتش وهكين وهكين حوايج بغيت تعطيهم عطيهم بغيت تعطيهم غير بحو فين انا بغيت غير البرا ديالها باش صافي لي كاين فرقوا مع بعضيات صافي عطاوني 300 300 ديال اش من 300 300 من يورو صافي 300,000 هي اللي حطوها لي قال لي زعما كان غنعطيك غير مليون هذاك الراجل قال لي غنعطيك غير 300 هذوك الناس راه قالوا لك غتعطيك غير 300,000 غير مليون ونص وغتخرج لك الحوايج ديالك كاملين وصافي غتطلع تشوار انا صافي ولي بحالي بحال شي ديكور ما بقيت كنصلح حتى شي حاجه قالوا لي طلعي طالقي طلعي طالقي طلعي طلقت قال لي سيني مولفه كنغوت في المحكمه وكنقول ما باغاش نطلق وهذه وهذه ديك الحال ديك الحال بحال ما بقيت كاع نهائي محدش كان ليا ما عندك حتى شي رده فعل هكاك صافي قالت فلوس خرجات ليا عطاوها للبا قبل ما نطلع قال لي غتاخد الفلوس باش طلعتي الا ما فيقتينيش وبما ليش الفلوس في يدي طلعني انا طلعت مشيت صافي سيني صافي تفرقت صافي قال لي انا 20 واجي تاخذ البرا ديالك وصافي من داس 20 مشى باش جاب البرا ديالي يعني تفارقنا ايوا هي وراح واخا كنت بقيت واخا ما كاين راحه لا والو بقيت كنتعذب من ناحيه اش تعذب زين من ناحيه واخا داكشي كامل اللي وقع وداك اللي التهديد وخسر الهضره وقال لي غنذبحك الا لقيتك في الطريق نذبحك وكلشي واخا هكاك بقى ساكن ليا في قلبي وفي عقلي ما بغاش يحيي بقيت كنبغيه ما داك الحب اللي كنت كنحس بيه ماشي حب عادي حيت داك الحب كان غيقتل ليا عمري كان غادي ليا حياتي كان ومنين تخسي دابا هادشي كله دوز عليك وكتبغيه منين والله قسما بالله حق لا اله الا الله اللي كنت كنبغيه واحد الدرجه كنقول انايا كون غير خيروني يديو حيدوا ليا دراعي حيدوا ليا رجلي قطعوا ليا نسالي اي حاجه في الجسد ديالي يديوها غير يديو جوايا ايوا كملي اختي درجه الموت ايوا صافي انا قلت لك مش حالتي مدهوره حالتي مش تلجناك طيح ما كنطيحش ولكن كنثق كنقول لهم انا راه غادي يرجع راه غادي يرجع واخا طلبني راه غادي يرجع كنشحال من حاجه تنقولها ما خاصنيش نقولها صافي قال لي با قال لي راه غدير هاد الطبيب النفساني الوالده قالت لي شوف الا مشى للطبيب النفساني غتشهر زعما في واحد بقى يقول لي مع اللي بغى يجي يخطب غادي يقول لي راه مريضه مرض نفساني فعندنا الطبيب النفساني مالو حرام ولا عيب ماشي حرام ولا عيب ولكن هي إيه فكرت بحال هكا ممكن انا غادي صافي حيت واحد الدريه من العائله هي كانت مرضات مرض نفساني ولكن من زوجة من تلقى مو مرضى غير هكا مرض نفساني وصافي حتى حد ما بقى بغى ياخذ حيت كيقول له باللي راه عنده مرض نفساني عندها هادي عندها هي هكا فكرت هي خاصها هي دغيا كتمشي في الباديه يعني في الدوار دغيا الخبر غادي تعرف باللي غادي تعرف صافي هي فكرت بحال هكا من داكشي ماشي خايف كتشوف بحال صعيبه ولكن هي فكرت بحال هكا كتقول باللي انا غادي نتحسن غادي وقيت كتشاهد العطار كتقول لي شوف بنتي راه كيوقع عليها وكيوقع عليها طيب حتى بخير راه كنشك ندير لها في شي حاجه كتجيب لي تبها خيره والو كتشاهد لشقي كيدير لي كتاب والو ما خلاتش ما دارت لي والو حالتي حال كنقول انا بغيت نموت يا ربي تعطيني نموت يا ربي هادي كتقول لي انا الشيطان استغفر كنقول لها لا والله تمنيت بغيت نموت وكان ويجي وكان بغي نهرب وكان نسق وكان نقول شي حوايج خايبين وهي عمرها ما وصلت من لبا
لا اما باش كيصوني عليا كتقول لها باخر، حيت انا منعزله عليه بزاف، مكنريحش معاهم بزاف، ما في حاجه. باش كيسولك تقول لها باخر غير باش توصلش لي عليا بلي انا مريضه، حيت الا حسنا بينا مريضه غيقول لي بلي انت مازال كتفكري فيه. اه صافي وبقات كتجري هي غير مديتها راسها بعيدة ما تلقاش لي الخبر، كتجري بحال هكاك ولكن والو. وانا يا رجعت فكرت فيها هضرة ديك المرة كتقول لي انت راه عندك شي حاجة خاصك تفادشي في راسك. صافي بقيت بحال هكاك اللي تال واحد عمتي، واحد عمتي واحد المرة قالت لعمتي، قالت لها راه كاينة واحد المرة راه كتكون في واحد البلاصة راه غتشوع الدق، راه كدير وهكا دير، راه مرا خطيرة كتعرف وكتشوف وهادي. ايوا صافي انا هي قلت صافي نمشي عند هاد المرا هادي، وفعلا مشيت عند هاد المرا. قالت لي شوف، قالت لي انت راه كمريضة، ولكن هاديك المرا انا مشيت عندها غير على اساس غير لصحتي باش اه مرجعش كما كنت. اها وفعلا تحسنت شوية، مبقاش او كيما هذا الاول. سميتو الشرك بالله زين. انا عارفة بلي الشرك بالله ربي هو اللي كيشوف، اه ولكن داكشي انا ما مشيتش عندها باش نشوف ولا شي حاجه، انا مشي عندها غير باش زعما كنت باش نبرى، حيت انا يصاش وصلت لواحد الدرجه وليت باغا غير نموت، وليت باغا اه غير شتو دارت معك السيدة هادي؟ هاد السيده هادي كتقول لي بقى ما قلت لي شي حاجه، قلت لها انا راه هكا مريضه وها وقع لي وها وقع لي، ولكن ما عرفتش جاب لي انا مزوجه وما ذكرش لي حتى الزواج كاع. اه ولكن هي شافت وقالت لي شوف انت راكي متزوجه، قلت لها اه كنت متزوجه، قالت لي وراكي ريحتي مع الراجل غير مده قصيره ما كملتيش معاه العام وكان كيهرب عليك، وكل شيء كاع داكشي اللي قالته لي اللي شافته وقالته لي صحيح. صافي انا دخلتني الشك، مش كان وليش اي حاجه كتقول لي كنقول اه صحيحه، يعني تيقتي في كل شيء. اها يا راه ندير لك سحر التفريق، وتي قالت لي راكي كتحاولي تنتحري وكتحاولي تهربي وعقلك مشتت ومازال داك السيد مازال في قلبك. قلت لها اه شي كل فين، قالت لي وهادشي كله، قالت لي راه ديك السيده راه دار لك صحه التمريض، دار لك صحه التمريض ودارت لك باش زعما كنت ما تشوفيش عليهم فين، باش اي راجل زعما يتقدم لك وهادي يقول لك بحال الوحش. وفعلا كي واخا كنت مريضه كان كاين الناس كيجيو يتقدموا داك الشيء، كاين شي راجل كيشوف كيقول لي واه، يقول لي راه مريضه، كيقول لي واه مربي تبدل عاتبه صحي غير اه ديري تزوجي وغير هادي. وملي كنشوف شي راجل كنشوفو كيجي كيهضر معايا وداك الشيء كيبان ليا خايب، كيبان ليا ما عرفت كيداير، وملي كنشوفو كيحجل ليا الماضي كامل كنقول كاع داك الشيء دوز عليا هذاك راه فيه انت تهمه. غادي تدوز عليك بحال هكا. اه تفكرت ما هي مره ما هي جوج بزاف المرات، كل راجل كيجي عندي كيهضر معايا بحال هكا كيعطيني مسكين 100 درهم 50 درهم زعما كابياب بين زعما كاين زعما باش زعما كاين صافي نتخطبو داكشي. وكان ها يوم وراها صافي كنرجع ليه السكر ديالو، كنرجع ليه حوايجو، كنرجع ليه كلشي. ما هي مرة ما هيش وقعت ليا، أي راجل كيجي كيبان لي بحال الوحش. ايوا ولكن هي واش درتي من بعد؟ دابا شنو درتي؟ فين وصلت القصة ديالك؟ اه صافي القصة ديالي باقا لحد الآن، غير مؤخرا غير هاد الأيامات هادي على غدخل رمضان جا واحد السيد تاني نفس الحالة، نفس الحالة. هذيك المرة اللي كنت كنمشي تحدى دابا كنتواصل معاها في التليفون كتقول لي راك غتحسني عاد راه ما غادي يكون عندك بزاف، وقاعد علاش ما كيهضر فكرتيش تقراي القرآن؟ تجلسي تقراي القرآن وتستغفري صحيح. الله وتصلي، كان استغفر تقراي الله سورة البقرة على الله، وعسى إلا عندك شي حاجة تحيد. اه حيت قلت لك مقارير صورة البقرة مثلا حفاظ ما كنقراهاش. ديري التليفون، ديري التليفون، كل شيء دابا ولا موجود، ديري أب اليوتيوب وتصنتي التليفون وكندير الدعاء صنتي، وكندير خلي شوفي خلي سورة البقرة تكمل كاملة وقرايها راه مزيانة، تلقيها في الصف كتحيد ديك الطاقة السلبية ودوك الشياطين وداك الشيء، خليها وبقاي ديما تستغفري الله وصلي، توضي وصلي، هذا رمضان توضي وصلي، عندك فرصة فين تلتجئي الله سبحانه وتعالى، لا وربي غادي يفتح لك بزاف في الحوايج الزوينة. ان شاء الله يا رب. لا لا دابا حاليا واخا ديك السيدة تنهضر معاها وداك الشيء، ولكن انا شاده في صلاتي والتجأ في دربي دائما كنطلب الله وكنصلي وحب. هذاك الشيء شي القرآن الا انت ما قرياش ديري غير اللي كيتفودنيك، وديري سورة البقرة ولا شي صور من القرآن الكريم وخليهم سيري انت هو كيقرا وانت كتسمعي، راه واخا ما قرياش راه كاين بزاف ديال الحلول.
ايوا صافي، هذه هي القصه ديالي كلها، وباقا مازال حد الان باقا بحال هكاك، ولكن شويه الحمد لله ما بقيتش كما كنت ديك الدرجه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وهذه شوفي كل شيء حتى واحد ما لقاها كيبغاها. اه داكشي اللي كاين صح. والطلاق راه ماشي نهايه العالم، شتي باقا صغيره، شتي التجربه ديال الطلاق اعتبريها تجربه استفدتي منها بزاف ديال الحوايج، فيها الخايب وفيها الزوين. يعني مره اخرى يعني الا تزوجتي مره اخرى غادي تكوني عارفه شنو خصك ديري، وقبل ما تزوجي حتى تعرفي الراجل، حتى تجلسي وتهضري معاه وتعرفي راسك معاه من راه تيقول لك الزواج ليله تدبير عام. اه فعلا كاين، ماشي غير اجي وقولي ايه صافي نتزوج باش ما يقولوش عليا حق راها بايره، حق راها طلقات حتى واحد ما داها فيها، حق راها باقا بلا زواج جالسه على الضربه. هضره الناس ما تهمكش، اللي كيهمك هي راسك اخر حاجه والديك. واش الناس دابا نفعوك ملي طراو لك المشاكل؟ شي واحد ما عقل عليا حتى شي واحد، والو الناس غير غادي تشفى فيك زين. اه داكشي اللي وقع لي. الوحيد اللي غادي يوقفوا جنبك هما والديك، ياك لقيتي غير والديك. جيت غير والديا الحمد لله. وهذا الشيء اللي خصك تفكري فيه، خصك تفكري في والديك، ديري الحاجه اللي ترضي والديك والحاجه اللي ترضي نفسك اولا، حيت ما يمكنش تعذبي نفسك. وهذاك السيد صافي ما استاهلكش، ما تقوليش لا حقا كنبغيه. ايه علاش غادي تبغيه؟ على الزواج الزين، على العيشه الزينه اللي كنتي عايشه، علاش غادي تبغي هذا الشخص هذا؟ ما عرفتش انايا كنقول انا. شوفي هذاك الشيء كامل لوحي مور ظهرك، وبداي صفحه جديده. بحال شي صار كنشريو جديد، اول حاجه كتبداي صفحه جديده، كتقلبي ديك الصفحه ولا كتقطعيها؟ قطعيها، لا لا قطعيها ولوحيها، وبداي صفحه جديده، بداي حياه جديده. فكري فيها في راسك، وفكري في والديك كما قلت لك. وحتى شي حاجه ما تستاهل. الحمد لله. الراجل اللي ما يقدركش، الراجل اللي ما يقدركش زين ما عندك ما ديري به، الراجل اللي ما يحترمكش ما عندك ما ديري به، الراجل اللي ما يدافعش عليك ما عندك ما ديري به. اه فعلا. بقاي دير راسك احسن لك من الراجل اللي تكرفص عليك هو وعائلته. صح. لا صراحة استفدت بزاف من هادشي ديال الطلاق وهادشي ديال المشاكل. غادي تبدي حيت ما استفدتيش، راه بحال ما درتي والو. اه راه تيقول لك اللي عبو احنا شي خاف من الحبل. يعني مره اخرى راك غادي تفكري بزاف ديال الحوايج، وهاد التجربه هادي تزوجتي وانت بنت 16 عام راها غادي تخليك تكبري 16 عام وحده اخرى. اه غادي تفكري وكانك عندك 30 عام 35 عام. سمعتيني يا زينب؟ لا سمعتك. وشكرا بزاف حيت ثقتي فيا وفتحتي قلبك. اللي صمتي ليا وفتحت لك قلبي وشرحت لك كل شيء، وخويت عليك قلبي والله شكرا بزاف الحمد لله ملي راه الاشاره، وحنا ديما قلوبنا مفتوحه ليكم. اي واحد بغى يعاود القصه ديالو الف مرحبا به في برنامج في كل قلب حكايه. حنا هذا البرنامج الدار باش يسمع ليكم، باش ديروا تيقصكم وتخويو قلوبكم، حيت بزاف ديال الناس هزوا واحد الهم ما كيقدروش يعاودوه لكل شيء. اه بصح كاينه احسن هاد الهم ديما عندي لصحابات، لا تي شي واحد ما نقدر نعاود ليه. داكشي احسن حاجه، شي احسن حاجه درتي. هي عندك امك، هي صاحبتك، هي اختك، هي كل شيء. امي عارفه عليا كل شيء وكنعاود لها كل شيء. احسن ما درتي يا زينب، حيت الام راه هي اللي غادي تبغي لك الخير. من غير الام حتى واحد ما يبغي لك الخير، شي من غير امك كل شيء غادي يبغي غير يتشفى فيك ويضحك عليك. الاول كنت كان والدي تيعارضوني وداك الشيء كيقول لي ما عندك ما ديري به، كان عندي ديك الفكره ما بغوش ليا الخير، كان عندي ديك الفكره باللي هما بالعكس الوالدين ديما كيبغيو لولادهم غير الخير، وكيبغيو غير ولادهم يشوفوهم مرتاحين. الحق ومن اللي ديت الجبديه واش باك غادي يكره، غادي يكرهك تكوني جالسه في داركم مرتاحه وتنتي دايره وليدات؟ شوفي شحال ضيعتي من عمرك. اه طيب شحال راه 6 سنين دابا طلعت 7 سنين سنين ما درتي فيها وليدات، ولكن الحمد لله اللي ما درتيش وليدات. دوك الوليدات غادي يكونوا غير ضحيه، يبقاو غير تكرفصوا. اه غادي غير تكرفصوا بصح. الحمد لله ان ربي ما رزقكش الوليدات، ربي دار فيك خير كبير، خاصك تحمدي الله صباح وعشيه. الحمد لله اللهم لك الحمد يا رب. اه داك الشيء اللي كاين، وراك باقا صغيره وباقي سيد الرجال يتبناك، علاش لا؟
ديما ديري في بالك هذه الحاجه، انت راك الحمد لله ديما قولي انا ما ناقصني والو الحمد لله، فهمتي؟ وديما تكون عندك الثقه في راسك، ثقي في راسك باش يقدروا يثقوا فيك الناس، صح؟ واعطي قيمه لراسك، حيت لا ما عطيتيش القيمه لراسك عمر شي واحد ما يعطيها ليك. صح فعلا كاينه، وكنتمنى لك الخير زينب، وشكرا بزاف على القصه ديالك اللي شاركتي معنا، وان شاء الله نسمع عليك خبر الخير ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله الى اللقاء زينب، وصلي في راسك. ما تنساش تشارك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد من جريده العالم 24.